بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعليم لعبة الفوتبول مانجر. بقالنا حلقتين بنحاول نشرح تكتيك بعض المدربين الكبار وإزاي نطبق هذا التكتيك لأقرب درجة ممكنة وننقله من أرض الواقع إلى لعبة الفوتبول مانجر. النهاردة هنتكلم عن بيب جوارديولا. في رأيي وفي رأي طبعا الكثيرين هو واحد من أفضل المدربين في العالم. هذا الرجل يطور من نفسه دائما، يقوم بتحسين اللاعبين الذين يلعبون معه. فمثلا لو بصينا على رودري كيف تحول من لاعب عادي الى نجم من نجوم فريق المان سيتي، كما ان بيب جوارديولا يضيف العديد من التكتيكات الجديدة في كرة القدم. هذا الرجل يتعلم من الاخرين، فمثلا اعتمد على فكرة المحور المزدوج اللي بينفذها ديزيربي، ولكن اضاف لهذه الفكرة من روحه ومن ابداعه. وبالمناسبة كنا شرحنا قبل كده فكرة المحور المزدوج اللي بينفذها ديزيربي في فيديو سابق، حاسب لكم الرابط بتاعه في الوصف اسفل هذا الفيديو. وعاوزك تستمع الى بيب جوارديولا وهو بيقول ان افضل فريق في العالم يقوم ببناء الهجمة من الخلف هو فريق برايتون. This is the best team in the world to make in the build-up. The best team is Brighton. There is no team better to make the process to bring the keeper the ball to the last quarter. There is no team better in modern football right now. بيب جوارديولا اخترع الستونز مركز. هذا المركز يمكن لسه مش موجود في لعبة الفوتبول مانجر. المركز دوت عبارة عن سنتر باك، ولكنه سنتر باك نقدر نقول عليه متقدم، يعني بيلعب في المنطقة دي اللي ما بين الدفاع وخط الوسط، يعتبر اقرب الى لاعبي خط الوسط المدافعين. بمعنى ان ستونز عند اللزوم بيرجع ويتحول لسنتر باك رابع للدفاع ضد هجمات الخصم، واثناء بناء الهجمة بيتقدم لقدام وبيخلي نفسه متاح لزميله ان هم يمرروا له الكرة علشان يبدأوا بيها هجمة جديدة. علشان كده انا كنت محتار في هذا التكتيك في لعبة الفوتبول مانجر، اعمل ايه لستونز؟ وفي النهاية اخترت له دور الديفنسيف ميدفيلدر في الدور ديفند. وعذرا لو اطلت الحديث عن جوارديولا، فهو بكل تأكيد يستحق الكلام دوت. ويلا بينا على حلقة النهاردة. على عكس لعبة الفيفا او البيس اللي ممكن اي حد يلعبهم، انما لو عاوز تلعب فوتبول مانجر لازم تكون بتفهم كورة، لازم تكون عارف يعني ايه تكتيك، لازم تكون عارف يعني ايه ادوار اللاعبين وايه الفرق مثلا ما بين الهاف باك وما بين الديفنسيف ميدفيلدر، لازم تعرف يعني ايه بلاير تريد وازاي بتاثر على اداء اللاعب، لازم تعرف ازاي تطور مهارات اللاعب وازاي تحفزه، لازم تعرف ازاي احط حصص تدريبيه مناسبه للخطه بتاعتي، لازم اعرف ازاي احلل الماتش. كل ده هتلاقيه على قناتنا. في الواقع انا دورت كتير علشان الاقي تكتيك يناسب تكتيك جوارديولا على ارض الواقع فعلا، بس للأسف يمكن ما لقيتش حاجة ترضيني. فقررت ان انا اخترع تكتيك جديد من الصفر دون الاستعانة بمواقع تكتيكات لعبة فوتبول مانجر المشهورة. انا فقط استعنت طبعا ببعض المواقع التي تتحدث عن اسلوب جوارديولا على ارض الواقع، واجتهدت ان انا انقل هذا الاسلوب من الواقع الى لعبة الفوتبول مانجر. وهشرح لكم دلوقتي انا ليه حطيت هذا التكتيك في تصوري الشخصي، واعتقد ان هو اقرب ما يكون الى الواقع. وطبعا زي ما بقول لكم هو مجرد تصور شخصي، اذا اختلفت معايا يا ريت تحط تعليق بيبين وجهة نظرك، وفي النهاية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية. في الواقع التكتيك اللي قدامنا دوت ممكن نسميه طريقة 3-2-2-3، او ممكن نسميه 3-2-4-1. عموما اللعيبة في فريق مانشستر سيتي بيتحركوا باستمرار، ما بيتقيدوش بمراكزهم، بيسعوا دائما الى خلق زيادة عددية امام مرمى الخصم. طبعا اللي بيساعد جوارديولا في انه ينفذ هذه الفكرة هي جودة اللاعبين اللي موجودين عنده. فمثلا على سبيل المثال جريليش في الواقع في الحياة الواقعية هو بيلعب دورين لا يمكن الجمع بينهم في لعبة الفوتبول مانجر. احيانا بيمارس دور الجناح، يعني بياخد الكرة وبيوصل بيها لغاية اطراف الملعب بمحاذاة خط التماس ويرفع الكور من هناك، واحيانا اخرى بيلعب كأنه inverted winger، يعني بيستلم الكرة
وبيعمل كات انسايد فروم ذا وينج وبيدخل بيها على منطقة الجزاء. دوت طبعا حسب مقتضيات كل موقف في المباراة الحقيقية. طبعا الطريقة دي احنا ما نقدرش نخلقها في لعبة الفوتبول مانجر الا اذا حاولنا نضيف بعض التعليمات الفردية الى اللاعب. زي ما انتم شايفين في اللعبة ان جريليش عنده تريتس بتطلب منه ان هو كاتس انسايد فروم ذا بوس وينج، يعني بيقدر يعمل دخول من الوينجين. هذه تريت بتفيد الانفيرتد وينجر اكتر من الوينجر، لان احنا زي ما قلنا الوينجر بيتجه لمناطق واسعه في الملعب، ما بيخشش لمنطقه الجزاء. ففي تصوري لما نخلي جريليش كوينجر وهو عنده الخاصيه دي، فدوت هيوازن ما بين دور الوينج وما بين دور الانفيرتد وينجر. كذلك جريليش عنده طبعا ران ويز ذا بول اوفن، بيحب يجري بالكوره كتير. حبيت استفيد من التريت دي وازود له كروس فروم باي لاين، يعني هياخد الكوره ويجري بيها لغايه اللاين، لغايه خط التماس، ويحاول يرفع الكروسات من هناك. وفي الواقع انا جربت فعلا التكتيك ده في اللعبه ولقيته هو اثمر صراحه، يعني واداني اداء اقرب الى الواقع نوعا ما. في الاونه الاخيره مانشستر سيتي بيلعب بثلاث مدافعين في الخلف، وغالبا بيدفع ستونز الى الامام قليلا علشان يكون جوار رودري. الدور دوت يعني معرفش، زي ما قلت لكم في اول الحلقه، مش موجود في لعبه فوتبول مانجر. يعني لو هيعملوه ممكن نسميه مثلا نطلق عليه قلب دفاع زائف، مثلا زي الفولس ناين كده في الهجوم نسميه فولس سنتر باك. طبعا ده برضو بقول وجهه نظري الشخصيه. بصراحه الدور دوت مش جديد، يعني الدور دوت كان اتلعب قبل كده من فرنانديديو، كان بيأدي مهمه ستونز. خلي بالك بقى ان السيتي بهذه الطريقه يقدر يملا قلب الدفاع باربع لاعبين عند الحاجه. وخلي بالك ان جوارديولا دايما بيدور على لاعب يقدر يلعب في طرف الملعب كانه فول باك زي اكانجي كده وزي اكيه، وفي نفس الوقت عنده القدره على الانضمام لقلب الدفاع ويلعب اشبه بالسنتر باك. يعني هو بيدور على لعيب بمواصفات معينه، ويمكن هو ده السبب اللي خلاه يستغنى عن كانسيلو. فبالرغم طبعا ان احنا عارفين كانسيلو وقدرته الممتازه على اللعب كوينج باك، كان دايما بيلعب هنا في هذا المكان او بيلعب فول باك، ولكنه كان نقطه ضعف واضحه في فكره جوارديولا في ان هو يدافع باربع لعيبه في الخلف. فكان كانسيلو قد يكون اكثر مهاره من اكانجي، ولكنه ما كانش بينفذ فكر جوارديولا. طيب لو احنا حبينا نتكلم بقى عن بناء الهجمه، هنبدا بالجزء الاول في الخطه بتاعتنا هي بناء الهجمه. تعالوا نبص على الصوره دي. بيعتمد جوارديولا على الديبر بيلد اب، يعني بالعربي كده البناء العميق من الخلف. لما نتكلم عن البناء العميق من الخلف، فانت هنا لازم بتستخدم حارس المرمى بتاعك في بناء الهجمه علشان تواجه بيها اساليب الضغط العالي. البناء من العمق او من مناطق اعمق اللي بنسموها بلس 1، يعني لازم يكون عندك لاعب اضافي او لاعب زياده اكتر من عدد لاعبي الخصم. عشان كده بتميل الفرق الكبيره او اللي بتحاول تنفذ هذا الاسلوب ان هي يكون عندها حارس مرمى ماهر في التحكم بالكوره، وعنده قدرات فنيه زي التمرير والرؤيه والوعي عشان يقدر يتخذ قرارات سليمه وفعاله. وكذلك لازم يكون حارس المرمى عنده الثقه، عنده ردود فعل سريعه، يقدر يلعب تحت الضغط. وطبعا مفيش افضل من ايدرسون للقيام بهذا الدور. لو احنا شفنا ايدرسون في دقة اللونج باص هنلاقيه رقم واحد في البريمير ليج بنسبة 52%، ويأتي بعده عدد من الحراس الاخرين. زي ما انتم عارفين ان هو كان بيلعب الكرة الخماسية او كرة الصالات، بيقول عن نفسه ان انا كرة الصالات دي ساعدتني في قدرتي على لعب الكرة بالقدمين، لان علشان تلعب هذا النوع من كرة القدم عليك التحلي بالهدوء واتخاذ القرارات الصحيحة واختيار تمريرات صحيحة، نظرا لأن الملعب صغير الحجم فأنت تلعب تحت الضغط في كثير من الأحيان، وهذا يساعدني كلاعب حتى اليوم. لو أنا جيت بصيت في هذه الصورة في طريقة 3-2-2-3، زي ما انتم شايفين اتنين لاعبي خط الوسط متمركزين ولكن على ارتفاعات مختلفة، بحيث يدوا حرية أكتر في التمرير للاعب اللي معاه الكرة. طبعا ده بيخلي الضغط عليهم صعب شوية، وزي ما انتم شايفين وجود حارس المرمى كخيار اخر من خيارات التمرير. عشان كده حتى فرق كتيرة من الفرق اللي بتلعب قدام السيتي
بتأخر الضغط عليهم، يعني ما بتضغطش عليهم من قدام، بيستنوهم كده 30 متر كده لورا شوية علشان يتخلصوا من البلاس 1 أو من تفوق إيدرسون أو اشتراك إيدرسون في بناء الهجمة. يبقى لو احنا شرحنا الكلام اللي قلناه ده بسرعة على السبورة هنا، أدي الأكي أهو مع الكرة زي ما انتوا شايفين قدامه عدة خيارات للتمرير، عنده رودريجو وعنده ستونز وعنده دياز وعنده إيدرسون. وطبعا الدور بتاع أكي اللي هو الوايد سنتر باك بيطلب منه ان هو يلعب على نطاق واسع شوية على أرض الملعب. لو تم إغلاق العمق، يعني أصبح مثلا أكانجي زي ما انتوا شايفين في الصورة دي، مفيش لاعب يقدر يبصيله الكرة بدون خطورة، ساعتها بيبحثوا عن التقدم من المناطق الواسعة بطريقتين. الطريقة الأولى إن هما واحد من لاعبي خط الوسط المهاجمين زي دي بروين مثلا يحاول يظهر لأكانجي زي ما انتوا شايفين كده في المنطقة الخضراء دي، ولا سيما إن دي بروين عنده تريت اللي هي بتقوله comes deep to get ball. هذه الخاصية تخلي دي بروين يتراجع إلى الخلف أحيانا لاستلام الكرة، ويبقى خيار من خيارات التمرير للاعب اللي معاه الكرة. وكذلك لو الكرة من الناحية التانية، هنفترض مثلا إن الكرة مع رودريجو، هنلاقي جندوجان ممكن يستقبل منه الكرة، وأنا في الخطة بتاعتي اديت جندوجان انستراكشن طالب منه فيها روم فروم بوزيشن، يعني لا يتقيد بمكانه دائما، يحاول دائما يظهر لزمايله علشان يكون متاح للتمرير. وده اللي احنا قلناه ان جودة لاعبي المان سيتي بتسمح لهم ان هم دايما يتحركوا في المساحات عشان يستلموا الكرة. وعشان كده في الاول خالص قلت لكم الخطة بتاعتنا ممكن نسميها 3 2 2 3 او 3 2 4 1. قلنا المسمى مش هيفرق لان الخطة غير ثابتة، الخطة دائما بتتغير اثناء اللعب في المباريات الحقيقية. وطبعا أثناء بناء الهجمة بيبقى سيلفا في ناحية اليمين أو رياض محرز، وكذلك جريليش في الناحية الشمال بيثبتوا فول باك بتوع الخصم عشان يمنعوهم نوعا ما من الاشتراك في إفساد هجمات فريق المان سيتي. طيب احنا قلنا ان فريق المان سيتي بيتقدم للقدام بطريقتين، شرحنا الطريقة الأولى، ادي هنا في الصورة قدامي الطريقة الثانية. الطريقة الثانية ان هو بيلعب كرات طويلة إلى المهاجمين مباشرة، وزي ما قلنا طبعا دوت يساعدهم في إجادتهم للونج باص والباسنج. طيب احنا كده شرحنا دور حارس المرمى ودور الدفاع في بناء الهجمة. دور الوايت سنتر باك اللي هو أكي وأكانجي مش هنتكلم عنه كتير عشان احنا كنا شرحناه قبل كده في حلقة إنزاجي مع فريق الإنتر، الحلقة اللي قبل دي على طول. انصحك لو ما اتفرجتش عليها هسيب لك الرابط اتفرج عليها لانها هتريحنا كتير من شرح دور الوايد سنتر باك. وبالمناسبه اعتقد ان المباراه القادمه في نهائي دوري الابطال ما بين الانتر والمان سيتي، الانتر هيستخدم فيها البوزيشنال بلاي او اللعب التموضعي او بيسموه منهج تحديد المواقع الضيقه، زي ما بايرن ميونخ وساوث هامبتون عملوا معاه قبل كده في الصورة اللي قدامكم دي. الفكرة من هذه الاستراتيجية ان اتنين لعيبة من لاعبي الانتر بيراقبوا رودري وستونز باحكام، وفي نفس الوقت بيكون في اتنين لعيبة تانيين، ادي واحد اهو والتاني هنا، وبيحاولوا يغلقوا ممرات التمرير ويضغطوا على المدافعين الجانبيين بالقطر علشان يوجهوا اللعب للخطوط الجانبية. بعد ما الكرة في الصورة اللي تحت دي اتحولت للخط الجانبي، بيبتدوا يضغطوا على الظهير او على الجناح باكتر من لاعب في محاولة لاستخلاص الكرة وبدء هجمة مرتدة. طبعا الكلام دوت هنشوفه هل فعلا هيتنفذ على ارض الواقع ان شاء الله رب العالمين يوم السبت القادم ولا لا، ولكن هذا الاسلوب ايضا له مخاطره، يعني لو فريق المان سيتي استطاع ان هو سلم كرة للاعب فاضي من لاعبي مانشستر سيتي فهتبقى هجمة مرتدة خطيرة جدا على فريق الانتر. احنا هنا هنكون خلصنا الجزء الاول من الخطة وهي بناء الهجمة، هنيجي للجزء التاني بقى هي التكتيك في التلت الهجومي لفريق الخصم. حابب بس قبل ما اشرح اسلوب السيتي الهجومي ان احنا نلاحظ ان بيب جوارديولا ما بيحبش زيادة سرعة الهجمات
ما لم يكن الوضع قابل للاستغلال بشكل واضح. يعني بمعنى آخر، أنا هنا ما خلتش فريق سيتي يستخدم الكونتر أتاك في الهجمات، لأن جوارديولا بيطلب من لعبته التقدم بهدوء علشان يحافظ على تماسك الفريق. عشان كده من المقبول ان فريق سيتي ينتظر عودة فريق الخصم للرجوع الى الخلف، لان الهجمات المرتدة ليست من اسلوب جوارديولا الا اذا كانت الهجمة المرتدة واعدة جدا وخطيرة جدا، يعني نسبة تسجيل الهدف فيها بتكون نسبة كبيرة. زي ما انتوا شايفين في الخطة، انا مخلي هنا برناردو خليته انفيرتد وينجر، ولا سيما ان هو بيجيد استخدام رجله الشمال بشكل جيد. وزي ما بنقول بشكل عام، جوارديولا بيختار الاجنحة ذات القدمين المتعاكستين، يعني اللي بيلعب في الناحية اليمين بتكون رجله الشمال قوية، واللي بيلعب في الناحية الشمال بتكون رجله اليمين قوية. فعنده طبعا رياض محرز، عنده سيلفا، عنده جريليش، هما خياراته الرئيسية، وعنده كمان برضو فودن. اعتقد ان هو من الممكن ان هو يشارك في المباراة القادمة. فودن يمكن يمتلك ميزة نسبية ان هو يقدر يلعب في كلا الجانبين. وزي ما انتم شايفين، لاعبي خط الوسط اللي هم المهاجمين اللي هو زي دي بروين كده، طالب منه زي ما قلنا قبل كده روم فروم بوزيشن، ان هو يتحرك من مكانه عشان يبقى متاح للتمرير، وطالب منه موف انتو تشانل، ان هو يتحرك رأسيا ما بين لاعبي دفاع الخصم علشان يستلم الكورة زي ما واضح قدامنا في الصورة دي كده. فلو شرحنا الكلام ده على السبورة، ادي الكرة هنا مثلا مع ستونز، من الممكن ان دي بروين يدخل موف انتو تشانل، كذلك طبعا عندي هالاند، وكذلك جندوجان، هما التلاتة طلبت منهم في الخطة ان هما موف انتو تشانل، والكرة تتلعب لهم في المناطق الفاضية خلف دفاع الخصم. كذلك خلي بالكم ان تقدم هؤلاء اللعيبة إلى الأمام بيسيب مساحة فاضية قدام مرمى الخصم، لأن لعيبة الدفاع بترجع معاهم. المساحة الفاضية دي بتسمح للأجنحة إن هما يعملوا كات إنسايد، سواء سيلفا من ناحية اليمين أو جريليش من ناحية اليسار. المساحة دي يستخدموها للاقتحام، وأحيانا لتسديد الكور من خارج منطقة الجزاء. أتمنى تكون فكرتي وصلت، وتعالوا أفرجكم على التكتيك اللي أنا عملته على أرض الواقع. فأثناء الاستحواذ أنا طالب منهم attacking wedge، يعني زي ما قلنا نوسع اللعب بعرض الملعب كله، وطلبت منهم work ball into box، يعني ما يسددوش كور إلا إذا كانت نسبة الخطورة فيها نسبة عالية جدا، يعني ما يفقدوش الكورة بسهولة. طبعا الباسنج دايركشن خليته ماتش شورتر، وكذلك زي ما شرحنا قبل كده ما استخدمتش الكونتر اتاك في بناء الهجمات، لاني عاوز الفريق كله يتحرك ككتلة واحدة، كل لاعب يستنى عشان ياخد مركزه المناسب زي ما فريق مان سيتي بيعمل كده فعلا على ارض الواقع. لكن طلبت منهم يعملوا كونتر بريس، ان هم يضغطوا على الخصم بمجرد ان هم ما يخسروا الكرة، وذلك املا في استعادة الكرة مرة اخرى. وبالنسبة للاوت اوف بوزيشن، مش مطلوب منهم اي تعليمات زيادة. اتمنى تكون الفكرة فعلا اقرب الى الواقع. هسيب لكم رابط هذا التكتيك اسفل الفيديو برضو، سواء بقى على الفيسبوك او على الميديا فاير. وفي نهاية الحلقة ارجو ان انت ما تحرمنيش من تعليقاتك، سواء الإيجابية أو السلبية، أنا بتقبل أي تعليق بصدر رحب. أتمنى إن أنت تنشر الفيديو ما بين أصدقائك اللي بيحبوا يلعبوا هذه اللعبة لزيادة عدد لاعبين هذه اللعبة الممتعة. وكمان أنصحك إن أنت تتفرج على الحلقتين اللي قبل كده، حلقة فريق برايتون مع المدرب ديزيربي، وحلقة إنزاجي مع فريق الإنتر. وإن شاء الله رب العالمين لينا لقاء بعد مباراة النهائي ما بين المان سيتي وما بين الإنتر إن شاء الله رب العالمين. وفي النهاية أشكركم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.